أكدت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ضرورة تبادل الخبرات بين الشباب المصري من الباحثين من خلال التواجد بالملتقيات العلمية العالمية. ووجهت جيهان البيومي الشكر للرئيس السيسي على متابعته الشخصية لجلسات الحوار الوطني. أوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس، متابعته المستمرة لفعاليات الحوار الوطني، ووعده ان هو قال ان التوصيات سيتم مش الاخذ بيها على عين يعني اعتقد ان هو قال انها هتبقى خلاص مستجابة، وده فعلا اللي احنا بنأمل بيه الفترة الجاية. البحث العلمي او التعليم بصفة خاصة ليهم اولويات كبيرة قوي عند فخامة الرئيس، وده اللي بيبان من خلال اللجان المختلفة اللي احنا بنحضرها هنا في الحوار الوطني والتوصيات اللي احنا بنبتدي ان شاء الله نتقدم بيها. يمكن في جلسة النهاردة كنا بنتناقش على البحث العلمي، والشق الأساسي اللي أنا يمكن أشرت إليه موضوع إن الندوات والمؤتمرات الدولية ضرورة التبادل، تبادل الخبرات وتبادل الثقافات ما بين شباب الباحثين في مصر ومشاركة فعالة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا كنت ببقى قد إيه فخورة لما أشارك في مؤتمر دولي وابتدي أقول أنا مصرية بتعلم الكتير، بتغير ثقافات، بتغير فكر، وبطلع أجيال ليها فكر مختلف. فوجودنا في المؤتمرات الدولية والندوات الدولية يعني حاجة فعلا أنا شايفة أن هي شق أساسي للبحث العلمي. للأسف يمكن في الفترة مش الفترة الراهنة مع الأزمة الاقتصادية هنتكلم عليها، ولكن من زمان وأنا بقول دايما البحث العلمي أو الشق بتاع الندوات والمؤتمرات ليه تكلفة عالية قوي، يعني مش في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، لا ده من فترة طويلة. يعني عشان كده كان بيعزف عنه الباحثين ان هم أساتذة معيد او مدرس مساعد ان هو القدرة المالية لا تستحق. فأتمنى من توصيات الحوار الوطني ان هي دعم الشباب الباحثين بالذات، احنا محتاجين نخلق او نطلع أجيال بفكر جديد للجمهورية الجديدة.